طب والله انا صادق، اصل ادبيات الرئيس حاجه وادبيات المواطن حاجه تانيه، ادبيات السياسي حاجه وادبيات المواطن حاجه تانيه، ادبيات الرئيس حاجه وادويات البطل حاجه تانيه. البطل حاجه تانيه، مش عايز يعيش ويقعد عليها هنا. هقول لكم شويه حاجات كده عشتها خلال الفتره اللي فاتت. احنا بنقول كلام جميل مع بعض ان شاء الله. ساعه ما حصل الاحداث بتاعت 2011 و12 و13، فالدنيا كلها كانت بتقول هو ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ وسايبنا ليهم ليه؟ وهم هيعملوا فينا ايه؟ الجيش يعرف اللي انا بقوله ده كويس. وبرضه بعض المفكرين يفهموا ده كويس. الجيش ده جزء من المؤسسة التنفيذية للدولة، جزء من الكيان، ويخضع لرئيس الجمهورية. كان مين اللي علم الراجل ده انه ينتبه ويعرف ان البلد دي داخله على حرب اهليه ولابد ان هو يكون ليه موقف؟ الموقف ده ممكن يكلفه ايه؟ حد ادنى استمراره في الوظيفه. حد ادنى استمراره في الوظيفه. حد اقصى حياته. هو كان عارف ده كويس وفاهمه ولا حد علمه له؟ طب انا بقوله ليه دلوقتي؟ لان الواقع اللي احنا ماشيين فيه ما اتغيرش كتير عن اللي احنا كنا موجودين فيه ساعتها. تقول لي ده 7 سنين. 7 سنين في مسيره الدوله مش كتير قوي. وتم التحرك بالشكل اللي يرضي ربنا، اللي يرضي ربنا خلال المرحله دي، واعطاء فرصه كامله للناس اللي كانت موجوده بالنصيحة الأمينة المخلصة الشريفة، وبالمهم اللي بتفهم، اللي إيه؟ اللي بتفهم إن في قضية كذا وكذا وكذا. في ناس من مجلس الوزراء كانت موجودة هنا في الوقت دوت، في ناس كانت معانا في مجلس الوزراء في الوقت اللي أنا كنت فيه وزير وأنا بقول القضايا اللي إحنا بنتعامل معها، فكنت بقول كل حاجة ليهم كلهم بما فيهم القيادة. طب بتقول برضو ده ليه؟ لأن كانت الموضوع شريف قوي، والشرف ما بيجزأش، ما بيتعملش شوية وينتهي ويبقى خلاص بقى، يبقى سمة متغيرة، ده شخصية بقى متقلبة، شخصية خائنة. لا لا لا، الرزق على الله، الرزق على الله. بمناسبة الرزق على الله، وانا بتكلم في حد بعد ما خلصت المطبرة قال لي انا عايز يعني، ما انا بكلم ناس كتير يعني، فقال لي يعني بتتكلم كتير عن ربنا ليه؟ قلت لهم حبيبي، حبيبي وغالي علي، حبيبي وغالي علي، وانا اللي شايف، انا اللي شايف هو عمل ايه معاكم. طب واحنا لا؟ لا، ممكن تكونوا شايفين، بس انا شايف اكتر. والله 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 كرمه على مصر فوق خيالكم. والله 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 كرمه على مصر فوق خيالكم. يعني يقول ان الحق سبحانه وتعالى عندما يذكر في ملأ، اللي هيذكره في الملأ ده يوم هو يذكره في ملأ افضل منه. من اتكلم واتكلم واتكلم بكل احترام وحب، بس هو يقبلني، بس هو يقبلني ويقبل ما اعمله ما افعله في مصر، يقبله. نرجع بقى تاني للموضوع بتاع الفتره ديت. يا رب يا رب يكون بيحبني صحيح. نرجع بقى تاني.